على ابراهيم نور الدين. طب ما ترجعوا الفيديوهات بتاعتي كده الخمس سنين اللي فاتوا وشوف انا عملت ايه مع ابراهيم نور الدين، انه ظالم ظالم. ده راجل واقف يا جماعه على الكوره زي رمضان صبحي ابن النادي وقال لك انا بقلده وحامل ايده كده، هيجاملنا؟ وبعدين حمله، هو احنا لما 17 ماتش ورا بعض بنتفرن محدش يتكلم، لكن بيكون الحمله دي للاسف شوبير ومعاه بعض الزملكاويه. شاهد تصريحات مرتضى منصور بعد مباراة الزمالك والمريخ. تعليق من أمير مرتضى منصور على غرامة كهرباء بعد مباراة المريخ. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساكم الله بالخير، عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط، تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناة كرة شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات، وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على 100 ايفون برو ماكس. شاهد تصريحات مرتضى منصور بعد مباراة الزمالك والمريخ. علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي كاف بعدم حضور جماهير في مباراة الأهلي والهلال بدوري أبطال أفريقيا، ويواجه الأهلي أمام فريق الهلال يوم السبت المقبل على أرضية استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية. وفي نفس الجولة سيلتقي الزمالك مع نظيره المريخ اليوم الجمعة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد شهداء بينا بمدينة بنغازي. وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشره عبر موقع يوتيوب: لدي سؤال للكاف، لماذا مباراة الهلال أمام الأهلي بدون جمهور؟ الهلال يواجه كل الأندية بحضور جماهيري، لماذا عندما يواجه الأهلي بالأخص؟ نريد أن نعرف السبب الحقيقي